صباح الخير مرة تانية، صباح الخير مرة تانية لكل المشاهدين. البداية اليوم وأول آيتم اللي حنكون عم نحكي عنه إنفاكت هو عبارة عن وسيلة صنع. حكينا عدة مرات كيف أمازون عم بيستعملوا درونز ليكونوا عم بيوصلوا برودكتس تبعهم للناس وبلشوا يعملون تيستينج بعد أكثر. اليوم أبديت سريع بما إنه انتشر هالفيديو من كم ساعة أونلاين، أمازون رح يكونوا كمان عم بيبعثوا لكم الأغراض ووقت يوصلون رح يكونوا عم بيكبون عن مستوى عالي، فهالدليفري تبعكم رح يكونوا عم يوصلوا على البيت من خلال باراشوت. هلا الاكيوريسي تبعها وقد ايه رح تكون عم تنزل عن جد قدام البيت، بعتقد حتكون شيء رح نكون عم نراقبه اول فتره اتليست، ومش كل الاغراض بعتقد رح يكونوا عم ينبعثوا بهالباراشوت. سو مثل ما بتلاحظوا انه بيكون في دليفري زون معينه، وهالدرون وقت بطير مع الباكج تبعها رح يكون في عندهم القدره انه يكونوا عم بيوصلوا الغرض هيك، او يكونوا عم بينزلوه عن ارتفاع اعلى بكثير لا يقدر الشخص يكون عم بيتلاقيها من خلال هالباراشوت. وبتكونوا انتو اوريدي عم بتحددوا بهالايكون الصغير اللي شفتوها ايل كانت محطوطه على الارض المكان يلي بدكم يكونوا عم ينزل فيها هذا الباكج، هيك بتقدر هالدرون تتعرف على هيدي العلامه وتقدر توصل الغرض بنفس الطريقه. ثاني ايتم رح نكون عم نروح عليه هلا هو رح نكون عم نروح على دبي، رح نكون عم نحكي عن الطياره هالهليكوبتر يلي هي من دون طيار وهي رح تكون عم تسمح لكم انه تكونوا عم تتنقلوا داخل دبي. رح نحضر فيديو سوا انا وياكم لتكونوا عم تشوفوا بعد بطريقه صوريه اكثر هالفكره اللي عم خبركم عنها. هي اول مره بنشوف اوتونومس ايريال فيكل يلي هي هالهليكوبتر نوعا ما يلي هي ما فيها طيار، وهي هيدي من خلال RTA يلي هن هالوسيله اللي بتسمح للتنقل انفاكت بدبي، عندهم تاكسيز عندهم المتروز. والغاية من وراها انه اليوم تكونوا عم تتنقلوا بطريقه بعد اسرع ومن خلال استعمال التكنولوجي يعني. فكيف بتصير من بعد ما تكونوا عم تطلبوا هال رح نقول عنها كانها تاكسي يعني بس هي هليكوبتر، من بعد ما تكون عم توصل لعندكم بالمكان اللي بدكم عم تاخذكم منه اكيد في اماكن محدده يعني بتدخلوا عليها مثل ما رح نكون عم نشوف بعد شوي، وبتحددوا المسار يلي بدكم تاخذوه لتوصلوا على الديستنيشن يلي انتم بدكم تروحوا عليه. المسافة اللي ممكن تكونوا عم تقطعوها عم نحكي عن بين ال 40 وال 50 كيلومتر. هالكوبتر ان فاكت بتشتغل على البطارية والماكسيمم ديوريشن تبعها هي 30 دقيقة. يعني اليوم إذا بدنا نجي نفكر عن جد وين صرنا، بعتقد إنه قبل كان الواحد إنه لياخذ طيارة ليتنقل من محل للتاني ما كانت هينة، اليوم عم نحكي بدبي عم تاخذوا هالوسيلة التنقل باسلوب هالقد سهل ويعني سنجل بيرسون قاعد فيها از تيست. فبعتقد حلو انه نكون عم نشوف كمان امور كانت كثير بعيده عم بتصير افوردبل اول شيء من خلال التكنولوجي ومن خلال هالوسائل اللي اليوم صارت متاحه لنا اللي بتسمح لنا انه نكون عم نستعمل هيك افكار باساليب كمان ابسط وبكلفه كمان بعد اقل. هلو راح عليك الطياره بدبي؟ راح علي الشيء المهضوم؟ لا هلا رح نحكي عن شيء طياره الى دبي شو المهم تروح عليك انت طياره دبي؟ لا لا بعد دوه الطياره بكره. بتتذكري اذا بدي رديك نحن 2017 سنه لورا بتتذكري التليفون اللي كان معك؟ ما كان معي تليفون من 17 من 17 سنه نوكيا ايه اكزاكتلي لا اورايت رح نحضر فيديو انا وياك مش على علمي بعتقد هيدا التليفون كان معك ولا لا بعتقد هيدا كان معك 17 سنة سنة ال 2000 يعني هن وقت بنقول 17 ات ساوندز ا لوت يعني بس هي ان فاكت كيف كان شكله؟ هن فاكت شكله بذكرني هالتليفون نوكيا 3310 راجع على السوق غريبة الفكرة وتاكدت عدة مرات قبل ما احكي عن هالخبر، هالتليفون راجع رولا انفاكت ورح يكون عم ينعمل له لونش ببرشلونه هلا، شو الادفانتجز تبع هالتليفون؟ حتى نقيت فيديو هيك بالنهايه مهضوم شوي عن الفوايد تبع هالتليفون، اول وحده هي البطاريه، سو وقت بيقولوا لكم باتري لو بهيك تليفون يعني بتضاينكم بعد نهار، هي وقت بتصير باتري لو وهي الباتري قد ايه بتضاين بالاساس؟ عدة ايام ايه بعتقد بتنسيه يعني قبل ما ترجعي تشارجيه هلا حسب ذاكرتي اللي مش كتير جيدة هذا
هاي النسخة المفضلة عند المسنين كمان لأنه الأسهل للاستعمال. مظبوط. بعيدة عن التكنولوجي والتعقيدات والتقنيات. وتليفون ماكن يعني أنه ومن عدة سنوات شخص مسن طلب مني أنه لقي له من هالنوع بالسوق وما قدرت ألاقي. سهلا لح اليوم هالتليفونات فيك تلاقيهم على أونلاين يعني بيتلاقوا على أمازون ولكن ما عم ينباعوا من شركة نوكيا. اليوم شركة نوكيا يلي هن اشتروهم مايكروسوفت ويلي في شركة تانية سو اللي صار اليوم بشركة نوكيا انه مايكروسوفت اشتروهم بس الاسم تبع نوكيا في شركة فنلندية تانية اشتريت الاسم وهن يلي عم بيرجعوا ينجوا هالسمارت فونز. سو نوكيا تبع اليوم هي غير نوكيا القديمة يلي بنعرفها لأن هديك اشترتها غير شركة. فهالتليفون رح يرجع يصير متوفر بالأسواق. الريتيل برايس تبعه حيكون بيتراوح بين 65 لل 75 دولار تقريبا يعني. من ناحية ديزاين بعتقد للناس يلي عاشوا هالمرحلة وكان معهم هالتليفون بعتقد حيشتروه بس لسوفونير صح تعلقون فيه وباك اب فون لأن اليوم أسأل مشكل من عيني منه هو البطارية وقت يطفي سمارت فون تبعنا. فهيدا بعتقد الحل. شلون اشتغلوا على الوزن لأنه بتذكر تقيل كان ما تغير هو لا خلوه مثل ما هو بس المشكل يعني توني كان عم بيقول لي عنها نحن عم نحضر الحلقة قال لي بس ليك هيدا مشكلته السيم كارد يعني اي سيم كارد اليوم بده يرجع يزبط على هذا التليفون بس بعتقد انه اليوم لان في ادابترز للسيم كارد بتكون هينه انه نرجع نستعملها. اخر ايتم نحكي عم نحكي عنه هو عباره عن ابلكيشن اسمه فيس اب. الغي من وراه لانه كثير اوقات بتصوري ناس بيكونوا جروب هن بالصوره بس مش الكل عم يضحك سو بنضطر نرجع نعيدها للصوره مره واثنين ولا هي زابطه وهي مش زابطه. اليوم هيدي الابلكيشن بتغنينا عن هالموضوع لانه اذا في حدا زعلان فيك تخليه يصير عم يضحك من خلال فيتشر كثير هينه وكثير سهله. هالاب كانت موجوده على اي او اس بس اليوم صارت موجوده على اندرويد ومشان هيك عم نحكي عنها اليوم. حتى فيكم تغيروا شوي بالافكتس يعني تغيروا له حواجبه للشخص يبين انه عم بيطلع اكثر. لما ترجعوا تكونوا عم تاخذوا الصور كيف تخلي الشخص مش عم يبتسم يبتسم سو بتغير شوي بالفيتشرز فينا نشوفها. كان باول فيديو قطعت انفعت كان شخص زعلان كان عم بغير له الابتسامه حتى هون باخر سكشن بالفيديو عملوا ختيار للزلمه يعني فاعطينا هالاوبشنز يعني ما بقى فينا نصدق ولا صوره بنشوفها على السوشيال ميديا. ايه honestly انا ضد كل هالتكنولوجيا بس ليه سو هي اول صوره تم اتخاذها لحد هي الشخص عم يضحك الصوره الاساسيه هي يس الفوق على الشمال حدا كيف غيروا له الفانكشناليتي صار عم يضحك اللور رايت بيكتشر هي وقت كبروا بالعمر فينا نستعمل هالتكنولوجيا اذا في اكثر من شخص بالصوره انترستينج ما جربتها اوكي It could be interesting. بس مبارحة بعتقد كنا عم نشوف آب تانية فيك تحددي لأن أي شخص نعمل العكس إذا مبتسم نخليه يزعل هلا هي الغية إنه يضحك إن شاء الله دائما بيكون عندنا سبب حتى نبتسم طبيعيا. ثانك يو إليت روح ترجع سلامي إمتى بترجع؟ أربعة مبدئيا ديبيندز ما بعرف الأربعة كنت حابة نحكي مع ميرا تنشوف توقعاتها لبرجك خلال هالكم يوم بما إنه مسافر هلا بنحكيها تحت الهواء لحظات بنرجع لكم مع هورسكوب خليكم برفقتنا.